سلام الخوت، مرحبا بكم في حلقة جديدة اللي البطل ديالها هو ملك مملكة الريغي. ما يمكنش نهضروا على الريغي وما نجبدوش السمية ديال هذا الشخص. اعطى للريغي كل شيء ووصلوا النيفو صعيب يوصل ليه شي واحد اخر. في هذا الفيديو غادي نهضروا على بوب مارلي، كيفاش دوز حياته وكيفاش وصل الشهرة ديالو واسرار ديال الموت ديالو. خليكم معايا. في شهر جوج 1945 تزاد روبرت نيستا مارلي او لا بوب مارلي كيف كان عارفوه كاملين، تزاد في جامايكا وبالضبط في الناين مايلز. باه كان ضابط في الجيش البريطاني، امه جامايكية. باه تخلى عليه ملي كان عنده عام بسبب العائلة ديالو اللي ما تقبلاتش زواجه من جامايكية، هادشي اللي خلى امه تضطر تكفل به بوحدها. في عام 1955 ملي كان بوب مارلي عنده 10 سنين غادي توصل الخبر ديال ان باه مات بازمه قلبيه، ومن وراها امو غادي تمشي تعيش هي وياه في كينغستون العاصمه ديال جامايكا بسبب الفقر والمجاعه اللي كانت كتعاني منهم جامايكا ديك الساعه. ملي مشاو يعيشوا في كينغستون تسكنوا في واحد المنطقه فقيره اللي كتعرف باسم ترينش تاون، وتما فين غادي تبدا العلاقه ديال بوب مارلي مع الموسيقى. وكان الوقت ديالو كامل تقريبا كيدوزو في الغناء وفي سماع الموسيقى، وغادي يسجل اول اغنيه ديالو في سنه 1962 بعنوان جادج نوت. هاد الاغنيه ما عرفاتش نجاح كبير، ولكن بوب مارلي ما استسلمش وبقى حتى اسس فرقه موسيقيه سميتها ذا ويلرز، هو وصحابه جونيور بريت ويت، بيتر توش وباني ويلر. في 1964 غادي يسجلوا اغنيه سيمر داون اللي ولات الرقم واحد في جامايكا ديك الساعه، وتباعت منها اكثر من 80 الف نسخه، وجاو من وراها بزاف ديال الاغاني بحال وان لوف بالفيرسيون الاولى ديالها. في عام 1966 بوب مارلي غادي يتزوج من ريتا اندرسون، ومن وراها غادي يمشي لميريكان باش يحاول يجمع فلوس ويكمل المسيره ديالو. تما بدا كيخدم في بزاف ديال الوظائف، منهم عامل نظافة وعامل في واحد المصنع ديال السيارات. مع الوقت الفرقة ديال دو ويلرز بدات كتشهر في جامايكا وبدات كتعرف حتى في دول اخرين، وسجلوا بزاف ديال الاغاني اللي معروفة واللي مشهورة، منهم اي شوت ذا شيريف او لا جيت اب ستاند اب. من ورا هادشي جات اول جولة ديالهم اللي داروها في امريكا وانجليز، واللي كانت اول خطوة نحو الشهرة العالمية. من بعدها بدلوا السمية ديال الفرقة ولات بوب مارلي اند ذا ويلرز، وصدروا اشهر اغنية اللي هي نو وومن نو كراي. في 1977 الفرقة غادي تنتج البوم المشهور اكزيتوس. جامايكا ديك الساعة كانت مرونة ومقسمة لجوج دول تقريبا، فرجع بوب مارلي جامايكا ودار الكونسير المشهور ديال وان لوف بيس اللي كان جمع فيه الرؤساء بجوج فوق لاسين، وبسبب هاد الكونسير اللي دار خدا ميدالية ديال السلام. بوب مارلي اغاني ديالو كاملة كتركز على الحرية السلام والمساواة، عكس ما كيعتقدو شي مغاربة وكيصحاب ليهم كيغني على الحشيش، وكاين كاع اللي كيصحاب ليه راه بزناز. في الحقيقة هو كان كيكمي بزاف الماريخوانا، ماشي حيت مدمن عليها، ولكن السبب في هادشي هو المعتقدات ديال الراستافاري اللي كان كيامن بها، واللي من العادات ديالها الراستا، وإحدى الطقوس ديالها هي ملي كتستعمل الماريخوانا بزاف كتخليك قريب من الإله ديال هاد الديانة. بوب مارلي تصنف كأكثر فنان مؤثر في النصف الثاني من القرن العشرين، وكان كيدير بزاف ديال الأعمال الخيرية. بوب مارلي كان كيلعب بزاف كرة، وواحد النهار تضرب في صبعه، وملي مشى يداويه غادي يكتشف أنه عنده سرطان ديال الجلد سميتو ميلانوم، وكان الحل هو يقطع صبعه، ولكن بسبب الديانة ديالو اللي كتحرم هادشي فخلاه وحاول يداوى بأكثر من طريقة، ولكن حتى طريقة ما نفعات، وانتشر السرطان بشكل كبير في الجسم ديالو كامل، وتوفى سنة 1981 اللي كان عمره 36 عام، وتدفن في المسقط الرأس ديالو اللي هو الناين مايلز. هاد الفيرسيون اللي عاودت لكم دابا ديال السرطان ديالو ماشي هي اللي كاينه،
كاينه فيرسيون ثانيه اللي بانت عام 2017 كتقول ان عميل ديال سي اي اي دار راسو صحافي وجاب ليه احذيه رياضيه كادو، وملي بغى هو يقيسهم تما فين تصاب بالسرطان. وكيزيدوا ياكدوا هاد الفيرسيون بان هاد النوع ديال السرطان اللي تصاب به بوب مارلي قليل فين كيصيب الناس اللي البشره ديالهم سمراء. وكيزيدوا تاني ياكدوا ان العميل اللي دار هاد الشيء اعترف وهو على فراش الموت بهاد الفعله. السبب اللي خلى هاد الفيرسيون يتيقوا بها بزاف ديال الناس هو انه انتشرت بزاف في الفيسبوك، وخصوصا ملي تنشرات من عند بزاف ديال المشاهير. ولكن من بعد غادي يبان بلي هاد الشيء ما منه والو وغير هضره خاويه. اولا حيت بوب مارلي بوه كان بريطاني، يعني البشره ديالو بيضاء، ويقدر يجي هاد السرطان بسبب الجينات اللي خدا من عند بوه. والثانيه فهاد العميل اللي سميتو بيل اوكسلي ما عمره هضر على بوب مارلي ولا اعترف بشي حاجه. هاد القضيه ديال اعترافات عملاء سي اي اي كنلقاوها بزاف، ومنها العميل اللي اعترف انه قتل مارلين مونرو، وواحد اخر اعترف باللي قتل جون كينيدي. ولكن ما كنظنش ان امريكان غادي تكون غبيه لهاد الدرجه وتخلي العملاء ديالها يعترفوا، فعلى الاقل كانت غادي تصفيها لهم قبل ما ينطقوا. من وجهه النظر ديالي انا، فبوب مارلي كان هو اللي عجل في الوفاه ديالو بسبب المعتقدات اللي خلاته ما يقطعش صبعه، حيت كان على الاقل غادي ينقص من تطور السرطان. ودابا ما علينا الا نستمتعوا بالاغاني ديالو ونحاولوا نكملوا في الاهداف اللي كان طامح ليها، واللي هي السلام الحريه والمساواه. هنا وصلنا لافان ديال الفيديو. كيف ديما ما تنساوش لايك سبسكرايب والبارطاج بطبيعه الحال. نتلاقاو في الحلقه الجايه.